بين أحضان هذه المناظر الطبيعية الخلابة هنا بأعالي شمال ولاية سطيف، نظمت بلدية آتيزي بالتنسيق مع عديد الجمعيات مهرجانا للسياحة الجبلية في طبعته الأولى بمشاركة أكثر من 20 ولاية. الهدف تاعها هو استقطاب السواح، ولما لا تكون قبلة إن شاء الله لسواحنا من كل الولايات، ونأمل إلى إقامة مشاريع في هذه المنطقة لتكون منطقة سياحية بامتياز إن شاء الله. وعدد الولايات المشاركة في هذا المهرجان عندنا حوالي 20 ولاية، كولاية نذكر على خصوص ولاية بشار، ولاية تقرت، عندنا تيزي وزو، شلف، مستغانم، وعديد من الولايات التي بلغ عدد المشاركين لحد الآن حوالي 500 مشارك. المهرجان يهدف إلى إبراز المقومات التي تزخر بها جبال المنطقة ترويجا للسياحة. رانا هنا في منطقة آتيزي اللي يعني تمتاز بمناظر المناظر الطبيعية الخلابة. رانا نشوفوا هنا جينا زيارة لهذا الشلال الطبيعي اللي فيه مياه عذبة، يعني ارتحنا في هذا المكان، وهذا المكان سياحي بامتياز. نوصيو يعني المواطنين باش يجوا يزوروه، وحنا ماذا بينا لو كان السلطات المعنية يعني تقوم بتوفر لنا المرافق اللي تعاون في السياح يعني باش يقعدوا يعني وقت اكبر في هذا المكان. مناطق اكثر من رائعه، راكم تشوفوا الشلال هذا تاع بلاصه تاع العنصر، ومناطق جبليه ايضا اكثر من رائعه، تما عندك ما تخلوا بها وعندك ما تستمتع بها. المهرجان هذا جا باش يعرف بالثروات اللي تزخر بها مناطق شمال سطيف الجبليه، وتعتبر فرصه للتعريف بهذه المناطق. الحمد لله رانا نظمنا هنا دوره للرمايه باش نشاركوا هنا في المهرجان هذا مع جمعيه عليا، والمشاركه كانت من عده ولايات، سطيف، بجايه، جيجل، باتنها، مسيله، لنشكرهم ثاني على تلبيه الدعوه والحضور. التظاهره عرفت برنامجا مكثفا تخللته جولات استكشافيه جبليه ودورات رياضيه ونشاطات ثقافيه متنوعه لاقت اهتمام المنتسبين الى القطاع، كما نالت إعجاب الزائرين. ليبقى الاستثمار السياحي في هذه المناطق الجبلية مطلوباً من أجل دفع الحركة التنموية وإيجاد بدائل للدخل المادي.